البداية مع العناوين. عدد كورونا يسجل ارتفاعا ب 29 حالة والرقم الجديد 333. وزير الصحة: ارتفاع الأرقام طبيعي. التعليم عن بعد ينطلق عبر تلفزيون لبنان ومنصات أخرى. الثانية والربع بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تتابعونها أيضا عبر موقع otv.com.lb ومن خلال صفحاتنا عبر فيسبوك وتويتر. 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا في لبنان، الرقم الإجمالي ارتفع إلى 333، ووزير الصحة حمد حسن يشدد على أن الأرقام طبيعية. ارتفاع جديد ولكن طبيعي بأعداد المصابين بكورونا في لبنان، وقد بلغ أخيرا عدد الحالات المثبتة مخبريا في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة 333 حالة، بزيادة 29 حالة عن يوم أمس. وبناء عليه تقوم وزارة الصحة العامة بمتابعة جميع الحالات التي شخصت في مختبرات غير مرجعية والتي أصبح مجموعها 50 حالة من أجل تأكيدها. وقد تبين خلال التقصي أن بعض هذه الحالات أعيد فحصها في مختبرات خاصة أخرى وجاءت النتيجة سلبية. وعلى وقع هذه الأرقام، كان وزير الصحة حمد حسن يشدد على أن الارتفاع الذي نلحظه بالإصابات هو طبيعي وليس كارثيا، وإن مشينا بهذا النهج سنصل إلى الحل. الارتفاع اللي عم نلحظه هو ارتفاع طبيعي وهو ارتفاع ليس بكارثي. إذا استمرينا على هذا النحو، إذا نحن عم نمشي ضمن الخطة الموضوعة لنستقبل حالات حسب الإمكانيات المتوافرة. نحن عم نشتغل بمنطق وبعقل، بنعرف إمكانياتنا والتحديات، لذا خطتنا موضوعة بهالقدر المتناهي من الواقعية. حسن، ومن بعلبك وبالتحديد من المستشفى الحكومي الذي بات مجهزا لاستقبال حالات كورونا، شدد على أن وخلال 5 أيام بات بالإمكان بدء إجراء فحوصات PCR في المستشفى. رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي تحدث لأجندة اليوم من OTV عن قرار التمديد للتعبئة العامة المرتقب أن تتخذه الحكومة في الأيام المقبلة بناء على ما رفع لها من توصية. أنا بعدني بقول إنه حالة الطوارئ هي أكثر بكثير من حالة التعبئة العامة. الطوارئ الناس بعدها مش ملتزمة، التعبئة بعد الناس مش ملتزمة بمنع التجول، تقريبا 60-70% نسبة الالتزام ونسبة بقاء الناس بيبيتهم. مشان هيك منع انتشار الموبايل بين الناس، أنا برأيي المفروض ينعمل حالة الطوارئ. لا، ممكن ما بدنا نوصل نطلع من المرحلة الثالثة، لأن إحنا على المرحلة الثالثة، ما بدنا نوصل للمرحلة الرابعة، لأن المرحلة الرابعة كثير خطأ. وتعرفي إحنا إمكانياتنا محدودة بالنسبة للدول الأوروبية، بالنسبة لإيطاليا، بالنسبة لإسبانيا، بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، فما بدنا نوصل لمحل يعني بيظل ما في عندنا إمكانيات مادية وتقنية من أجل التنفس الاصطناعي. ما بدنا نوصل مرحلة على نموذج. أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن مقارنة مع سائر الدول يمكن القول أن وضع لبنان في مخص الفيروس مقبول، وهذه نعمة، وأمل أن تستمر إذا ما حافظت الحكومة على الإجراءات الحالية وفعلتها، مع ضرورة الإسراع في تجهيز المستشفيات الحكومية لا سيما بأجهزة التنفس حتى إذا ما انتشر الوباء لا سمح الله تتمكن من استيعاب الوضع. أما إعلان حال الطوارئ فلا أعتقد أنه قد يكون أكثر إفادة، خصوصا إذا ما تم تطبيق حال التعبئة العامة كما يلزم لمنع الاختلاط الاجتماعي وتالي تفشي الفيروس. وإذ يشير جعجع إلى أن أداء الحكومة فيما يتصل بالملف جيد ومقبول، يأخذ على وزير الصحة المشكورة جهوده، كما قال عدم حشر جميع من حضروا في أول طائرة تبين فيها إصابة من إيران. مؤتمر صحفي مشترك بين الوزارات المعنية حول التعلم عن بعد، والوزراء يؤكدون أن الهدف الأول والأخير هو مصلحة الطلاب.
لأن الظروف استثنائية، التعليم فيها سيكون استثنائيا. فقد عقد مؤتمر صحفي مشترك بين وزير التربية طارق المجذوب ووزيرة الإعلام منال عبد الصمد لإطلاق التعليم عن بعد والدروس المصورة والمنصات الإلكترونية. وفي هذا السياق أشار المجذوب إلى أن مصلحة الطلاب أولوية، وكذلك فعلت عبد الصمد. لقد قيل يوما: خير لك أن تضيء الشمعة من أن تلعن الظلام، وهذا ما حاولنا تحقيقه. ولا ضير إذا قلنا إن التجربة التربوية المستجدة لن تشكل بديلاً عن التعليم الرسمي النظامي أو الخاص، فهدفها إبقاء التلامذة في مناخ المدارس وعدم خسارة العام الدراسي. ولا ضير إذا قلنا كذلك إنه بعد خروجنا ظافرين من هذه المحنة الكورونية سنمحص الوضع التربوي. ننطلق بهذه التجربة التربوية المستجدة من دون أن نكلف الدولة فلساً واحداً، وفي وقت قصير جداً، نعم في وقت قصير جداً، مقارنة بدول أخرى تملك الإمكانات والخبرات والمناهج الرقمية. وتقوم هذه التجربة على ثلاثة مسارات: ورقية، تلفزيونية، منصات إلكترونية. وهذه المسارات تراعي في الأعم الأغلب ظروف العائلات والمدارس في المناطق اللبنانية. التوجه حالياً رح يكون في 3 ساعات عرض حوالي 6 حصص، بتبدأ صباحاً من الساعة 11 لغاية 5:30 بعد الظهر، وكمان في احتمال إعادة هذه الحلقات على مدار اليوم وبالليل، خاصة لأنه نعرف التلاميذ كتير بحبوا يدرسوا بالليل. ومثل ما قلنا، نحن منتقبل كل الأفكار وكل الاقتراحات للتحسين وتحسين جودة هذا العمل. إذا في أي أسئلة حول مضمون هذه الحلقات كمان عم نتمنى الأهل والتلاميذ أنهم يتقدموا فيه على اللينك اللي وضعته وزارة التربية بتصرفهم، ومنقدر نحن نخصص حلقات خاصة للإجابة عن هذه الأسئلة وهذه الأمور يلي هن استعصت عليهم. وأي تحسين بهذا الموضوع كمان نحن منرحب بأي أفكار جديدة، أي مواد يمكن كمان موجودة منقدر نستفيد منها كمان مرحب فيها. من جهته كشف وزير الاتصالات طلال حواط أن الوزارة أصبح جاهزة لتلبية طلب وزير التربية، معلنا تأمين التقنية اللازمة لدعم البرنامج المعد للتعلم عن بعد. وقال الأولوية ستكون للمدارس الرسمية والجامعة اللبنانية، وفي ضوء الإمكانات المتاحة سنعمم ذلك على القطاع الخاص. استكمالا لعملية التعقيم في القضاء ضمن إطار الحملة التي أطلقها التيار الوطني الحر بشكل عام وبمبادرة من هيئة قضاء كسروان الفتوح بالتعاون مع النائب رجع عزار، قامت هيئة درعون حريصة وعرمون وأدمى الدفن وغسطى وبطحة ومعرب في التيار الوطني الحر بتعقيم الكنائس والأديرة ومركز الدفاع المدني ومحطات الوقود والمحال التجارية والأماكن العامة، حرصا على تأمين الدعم والوقاية للحد من انتشار وباء كورونا، على أن يستكمل التعقيم خلال الأسبوع في بلدات أخرى. وبمبادرة من هيئة سرعين في التيار الوطني الحر وبالتنسيق مع اتحاد بلديات شرقي بعلبك والهيئة الصحية، قام الدكتور محمود الموسوي مسؤول جمعية الأطباء المسلمين في البقاع والدكتورة جاهدة عبيد مسؤولة دائرة البرامج والإرشاد الصحي في الهيئة الصحية في البقاع بإجراء فحص ترصد وبائي وقائي لأهالي سرعين وخاصة لكبار السن، بمواكبة من رئيس الاتحاد علي شكر والمنسق إلي شمعون وأعضاء الهيئة وشبيبة سرعين. هذا وتمنى الأطباء على أهالي البلدة التزام منازلهم حفاظا على سلامتهم وصحتهم، وعلى ضوء ما تقدمت هيئة سرعين في التيار الوطني الحر بالامتنان إلى كل من ساهم في هذه الحملة. أعلن رئيس وأعضاء بلدية عين سعادة وبعد التنسيق والتضامن مختار البلدة وأهليها وسكان البلدة، أعلنوا رفضا قاطعا استعمال المبنى المعروف باسم أوتيل رويال بارك للحجر الصحي لمصابي وباء كورونا، وناشدوا المسؤولين عدم تبني هذا الاقتراح وذلك حفاظا على صحة وسلامة أبناء البلدة. نتابع النشرة ولكن بعد الفاصل.
نتابع النشرة. نسب الوفيات بفيروس كورونا في ألمانيا منخفضة مقارنة بجاراتها، فما هو السبب الحقيقي وماذا عن التوقعات للمرحلة المقبلة؟ يتساءل كثيرون عن السبب الرئيسي الكامن خلف بقاء نسب الوفيات جراء فيروس كورونا في ألمانيا تحت المعدلات المسجلة في أوروبا وبالتحديد في إيطاليا. فعلى الرغم من أن ألمانيا تحتل المركز الرابع عالميا من حيث عدد الإصابات حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية، إلا أن عدد الوفيات مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى لا يزال منخفضا، ويقدر معهد روبرت كوخ عدد حالات الإصابة في ألمانيا بأكثر من 26 ألف، وفيت منها أكثر من 110. وفي السياق يرجع عدد من الخبراء السبب إلى أن ألمانيا ما زالت في المرحلة المبكرة لانتشار المرض، بالإضافة إلى صغر سن عدد المصابين مقارنة بالدول الأخرى. ففي ألمانيا يقول معهد روبرت كوخ أن نسبة 80% من إجمالي المصابين تقل أعمارهم عن 60 عاما. كما أشارت فاينانشال تايمز نقلا عن خبراء أن شباب الأصحاء الذين يصابون بكورونا يتعافون أسرع نسبيا من الأكبر سنا. يضاف إلى ذلك قدرة ألمانيا على إجراء الفحوصات المبكرة على الحالات المشتبه فيها. وهنا يقول مدير معهد روبرت كوخ إن المختبرات الألمانية تجري نحو 16 ألف فحص في الأسبوع، وهو رقم أكبر من الفحوصات الإجمالية التي قامت بها بعض الدول الأوروبية منذ بدء الأزمة. كما أن وفرة المعامل والفحوصات ساعد ألمانيا في التعرف على المرض مبكرا، وبالتالي اكتشاف المرض في الأشخاص الذين لم تظهر عليهم أي عوارض، مما أدى إلى عزلهم وشفائهم قبل تطور المرض لديهم. وبالرغم من هذا النجاح النسبي، يحذر الخبراء من الأفراط في التفاؤل إزاء تطورات الفيروس في ألمانيا. وفي هذا السياق يشير الطبيب وعالم للفيروسات في جامعة هايدلبرغ إلى أن ألمانيا ما زالت في المرحلة المبكرة من انتشار المرض، ويضيف لفاينانشال تايمز أن أغلب الإصابات ظهرت في الأسبوعين الماضيين. على الأرجح سنرى زيادة كبيرة في عدد الإصابات وبالتالي الوفيات في الأسابيع المقبلة. ابتكارات جديدة تساهم في الكشف المبكر عن كورونا. فقد أعلن في الولايات المتحدة عن فحص طبي يكشف عن كورونا خلال دقائق. في مسعى للحد من تفشي وباء كورونا في الولايات المتحدة، منحت وزارة الدفاع الأمريكية بنتاغون بصورة استثنائية أحد المختبرات الفرنسية الحق في طرح فحص سريع في الأسواق الأمريكية للكشف عن فيروس كورونا طوال فترة الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي الوباء. ومن مميزات الفحص الطبي الجديد سهولة استخدامه من خلال مسحة من البلعوم الأنفي، ويكشف عن الإصابة بالفيروس خلال 45 دقيقة وفق ما أعلنت مجموعة مختبرات بيوميريو الفرنسية. وجرى تطوير الاختبار الجديد الذي يدعى بيوفاير كوفيد 19 بدعم من البنتاغون، الذي سيتلقى أول كمية منه على أن يصبح بعدها متاحا في السوق الأمريكية ومن ثم في السوق الدولية عندما تسمح السلطات المنظمة بذلك. وتؤكد الشركة أن تصريح التسويق هذا في الولايات المتحدة مؤقت، إذ منح وفقا لإجراءات الطوارئ، وتشير إلى أنها ستزيد من طاقتها الإنتاجية في ولاية يوتا غرب الولايات المتحدة من أجل الوصول إلى قدرة إنتاجية قصوى من علب الاختبار في غضون بضعة أسابيع. وهذه ثاني مجموعة اختبار للكشف عن فيروس كورونا طورتها المجموعة، ويتعين أن يحصل الاختبار المنتج في فرنسا قريبا على تصريح لتسويقه في الاتحاد الأوروبي وطرحه في الأسواق العالمية. نشرتنا انتهت. للمزيد تابعونا دوما عبر فيسبوك وتويتر. إلى اللقاء.